yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحه وسلامه. طبعا اليوم رجعت لكم مقطع فيديو جديد ان شاء الله، واليوم فيديو انا راح اعلمكم طريقه. طبعا هذا خصص للعبه ديفجن، لانه بالوقت الحالي جدا قليل الناس اللي قاعد تشرح على الطرق السهله اللي تلفل بيها او تلفل بلدات. فاليوم شرح راح يكون على تلفيل الشخصيه بطريقه انت وصديقك راح تتونسون وانتم جاي تلفلون الشخصيه. كالتالي راح اشرح لكم خطوه بخطوه، بس اتمنى من عندك تتابع الفيديو خطوه بخطوه على مود تستوعب اللي قاعد اشرح لك اياه، او دا اشرح لك فد شيء مبسط لك على ما تلفل الشخصيه وتاخذ موارد من عنده وتفيد تمكس بها التخصصات اللي عندك. راح اشرح لكم بالبدايه. اول ما اسوي الشخصيه راح تجي هذه الخريطه راح تتمقفله بكل، يعني كل شيء مهمك مقفل. اللي راح يجون عليك صديق اللي هو راح يكون ليفله، يعني ليفل مو يعني مسوي شخصيه جديد، راح يتجون عليك بشخصيته الاساسيه اللي نقول عليها ملفله. راح يجي يفتح لك البيوت اللي موجوده هنا، مثل ما تشوفون ان هذا بيت وهذا بيت الثاني سيف هاوس وهذا سيف هاوس الثاني. هذين السيف هاوسات اللي تشوفوها يفتح لك اياها. بعد ما يفتحها راح تنفتح عندك مهمات، هذين المهمات الاساسيه. كل مهمة أساسية تلعب أنت نهاية البوس يطيح لك سكيل، مثل ما تشوفون. طبعا هنا هسه وصلنا لهذه هذه المشن شارع وول ذب السكيل، بس احنا ما راح نشيل السكيل على مود صاحبي اللي دخل وياي اللي لفلي هسه. مثل ما تشوفون جوا علي بوتشار ليفلج قد 1700 ساعة مالته، فهو اللي لفلنا وصلنا لهذا البوكان. يقدر علي بوتشار يطلع ويجيب شخصية مالته ويلفل ويانا سوية، يعني مو بس مجرد هو راح يساعدك بالمشين، لا هو هم راح يستفاد من الليفل اللي راح يحصله وياي بالشخصية الثانية. يعني هسه بالوقت الحالي تشوفون ماكو اوفلاين بعد انا واجه بليفلي، فراح نستخدم احنا الثلاثة الناس او الثلاثة ثاني شخصيتي ماتين. هاي الشخصية ليفلها جديد، ابو علي شخصيته جديدة، ويوسف ويانا شخصية جديدة. بس مجرد تدوس مربع على هذا السكيل ناخذه راح تلفل كل الشخصيات اللي وياك. مثل ما تشوفون راح نجرب هسه امامكم. انا هسه مو يعني لفلنا منه، لفلنا اللي هو علي بوتشر. راح هسه راح ادوس مربع وراح تشوفون من راح ياخذ الليفل وياي. هسه باعتبار انا اخذت ليفل، اوكي تم اكتساب. مثل ما تشوفون يا شباب انا اكتملت عندي المهمه، اخذت انا ليفل، ابو علي اخذ ليفل، يوسف اخذ ليفل. ابو علي ما لعب ويانا المشين، يعني هو هم مسوي شخصيه وقاعد يلعب مثلا ويا اصدقائنا الباقيين. سمع بينا احنا جاي نلعب هذا المشين اللي هو شارع وولف وما مخلصه. احنا عادي نقدر نوصل نهايه المشين ونهايه نقتل الباس الاخير ويذب السكول. يقدر ابو علي او اي شخص وياك بالتيم او بالزمره وياك او بالكلان يقدر يجون عليك، لانه مثلا شارع وول ما مكمله، عادي ياخذ الليفل وكانه هو مكمل بدايه المشين لنهايه المشين انتم لاعبين لهم اياه. طيب يا شباب هذه تقدر تطبق الطريقة على كل العوالم، يعني عندك هذا هاي المهمة، عندك هذه المهمة بعد ام بي اسكال، كل المهمات راح تقدر تسويها. هذه المهمات جانبية، وباخر شيء راح تطلع لك اكيد انه المهمة مال مهمة الكينر وهناك تختموها. يعني انا جايب لك فالطريقة تتونس انت صديقك على الليفل. واضح يا شباب؟ ان شاء الله يكون وضحت لكم انه الشرح ان شاء الله يكون وافي لكم يعني. واللي ما فهم الطريقة يقدر يكتب لي بالكومنت او بالتعليقات. طيب يا شباب لهنا انا وصلنا هذا الفيديو، اذا عجبك الشرح هذا الفيديو راح يكون ناس جدد اللي داخلين على اللعبة والناس اللي فاهمين اللعبة وفاهمين طريقة، ولي يتفلفس بالتعليقات ويقول بزارات تشقيت قديم. انا قاعد اشرح على هذا التحديث الجديد، هواي ناس دخلت اللعبة، هواي ناس ما فهمت اسلوب اللعبة، وحتى اكو ناس قديمة باللعبة تركوا وشافوا التعقيدات اللي موجودة تركوا اللعبة، لان قال لك انا شنو قاعد اسوي. اكو طريقات جدا سهلة احنا نستكشفها انا ولا سيد حيدر ولا الشباب اللي هنا، جزاهم الله خير الجزاء. طيب يا شباب اتمنى اعيد مرة ثانية عليكم، اتمنى من عندكم ان تشتركون بالقناة، تفعل جرس التنبيهات، خلي لك هذا الفيديو، ونشوفكم على خير، ونقول لكم يا شباب في امان الله. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling